اليوم إن شاء الله نستكمل ما انتهينا به في المحاضرة السابقة، حيث كنا قد تكلمنا عن الـ Impact Factors للجيرنالز، وذكرنا كيف يتم حساب الـ Impact Factors. سنتطرق اليوم إلى تكملة الموضوع ونذكر بعض مساوئ اعتماد الـ Impact Factor كفاكتور وحيد للحكم على مستوى المجلة الأكاديمي والمهني. معنى إيش؟ بمعنى أنه لا يمكن الحكم على مستوى المجلة بالمفهوم اللي ذكرناه من خلال الـ Impact Factor، بالطريقة التي تم احتساب Impact Factor للمجلات. أقول أنه يمكن يكون هذا المعيار غير كافي للحكم على المجلة وعلى مستوى المجلة الأكاديمي، بالإضافة إنه حيبين معانا إنه ممكن هذا العامل إذا استخدمناه كعامل وحيد إنه يكون في هناك ظلم لبعض المجلات اللي هي تهتم في العلوم الإنسانية الأخرى بخلاف العلوم التطبيقية اللي هو زي تخصصنا مثلا. طبعا عشان هيك كثير من المواقع الدولية الخاصة بترتيب الرانكس والإندكس والاندكسينج للانترناشونال جورنالز ارتأت انه يكون الامباكت فاكتور هو احد العوامل وليس العامل الوحيد. هذا لا يعني انه الامباكت فاكتور مرفوض انه يكون من ضمن التقييمات المعتمده للجورنالز، لا هو معتمد ومعتمد بشكل اساسي كمان، ولكن يجب ان احنا يعني نفهم بعض الديس ادفانتجز للامباكت فاكتور. طيب خلينا نشوف هنا، بيقول the number of citations is in fact far from always related to the quality of the study. الـ impact factor احنا في الحساب، طريقة الحساب اللي ذكرناها في المحاضرة السابقة كانت تعتمد على الـ number of citations مقسمة على الـ number of publications، وبالتالي كان يطلع معنا الـ impact factor. لكن بيقول لي هنا انه number of citations في الحقيقة، وهذه حقيقة فعلا، far from always related to the quality of the study، يعني مش معناته انه الجيرنال بتطلع papers وبصير لها citations معناته انه هذا quality عالي، يعني مش بالضرورة يكون citations اللي تم اقتباسه من paper او من study هذا بدل على انه الكواليتي اوف ستادي عاليه، هذا مش بالضروره، ممكن يكون هذا فعلا حقيقه انه بعض الساينتفك بيبرز الكواليتي تبعتها عاليه جدا ومستوى الريزلتس يعني جديد ومرتفع المستوى الاكاديمي تبعها، ولكن بعض الساينتفك بيبرز بيصير لها سايتيشنز رغم انه الكواليتي تبعتها مش مرتفعة. بيقول لي most researchers believe that the 2-year interval in which citations are taken into account is too small. بيقول لي إنه الغالبية من الريسيرشرز الباحثين بيعتقد جازما ومقتنع إنه مسألة التو ييرز اللي احنا بنحسبها مسبقا عن السنة اللي مراد احتساب الاي اف او الامباكت فاكتور إلها، بيقولوا إنه سنتين إجلال ولا تكفي لحساب الامباكت فاكتور بشكل يعني مهني وبشكل يضمن العدالة في تصنيف المجلة. طب ليش الكلام هذا؟ بقول كلاسيكال ارتكلز ار اوفن سايتد ايفن سيفرال ديكيدز افتر بابليكيشن. وجدوا انه بعض الارتكلز او ساينتفك ارتكلز هي ممكن يصير سايتيشنز بعد سنتين، يعني ممكن يصير سايتيشنز لا ساينتفك ارتكل معين بعد 4 سنين 5 سنين 10 سنين 15 سنة 20 سنة، وهذا الكلام حقيقة موجود، يعني ممكن انت تكون تنزل ساينتفك بيبر ويكون منيح وكويس ويصير له سايتيشنز بعد 10 سنين او 12 سنة. طيب هدول السايتيشنز كيف نحسبه؟ هدول ما نحسبوش، يبقى انت السايتيشنز اللي انحسبت للبيبر تبعك انحسبت في السنتين السابقتين. طيب والسيتيشنز اللي سبق ذلك هو اللي ما بعد ذلك،
او اللي قبل سنتين، يعني ممكن نتكلم احنا عن 10 سنين او 15 سنه، طبعا هذا لا يدخل في الحساب. فهم بيقولوا انه مساله انه اعتماد سنتين للحساب الاي اف هو يعني وقت تو سمول، وممكن يكون في ظلم لبعض البيبرز اللي ممكن يصير لها سيتيشنز بعد العديد العديد من السنوات. هذا يعني وارد وموجود. بقول لي هنا انه بعض المجلات اللي هم بيعملوا بيكون عندهم نظام لونج بابليكيشن تايم، يعني بالنظام البابليكيشن طويل وما بيكونش فيه وتيره البابليكيشن سريعه، وجدوا انه مساله السنتين او ثلاث سنين يعني بتكون فيها ظلم من المجله، وبالتالي هم اعتمدوا 5 years IF. على اي حال يعني المهم انه هنا المقصد انه قد يكون مساله السنتين فيها ظلم لبعض المجلات، خصوصا انه ظروف كل مجله تختلف عن مجله اخرى من حيث البابليكيشن تايم والوتيره والريت اوف بابليكيشن والمعايير اللي هي بتحطها كل مجله بمختلف مختلف عن مجلات اخرى. بقول لي فور ديفرنت ارياز اوف ريسيرش، في المناطق او المجالات المختلفه في البحث العلمي، ديفرنت فريكوينسي اوف بابليكيشن اوف ذا ريزلتس از اولسو كاركترستيك. وتيره الاختلاف في نشر بابليكيشن مهم جدا، which has significant impact on the impact factor، وهذا طبعا له تأثيره على الامباكت فاكتور للمجلات. بقول لي هنا مثال انه في 2003 الافرج امباكت فاكتور فور ديسبلاينز اللي هو المواضيع كانت كالتالي: في السيل بيولوجي كان الامباكت فاكتور 5.6، في الاورجانيك كيمستري 2.2، في الماثيماتكس نص الامباكت فاكتور. طيب هذا راجع لايش؟ هو بتقول هنا بده يقول انه هذا الاختلاف في الامباكت فاكتور مش انه راجع انه الناس مش مقبله على اخذ سيتيشنز من هذه المواضيع، انما انه طبيعه العلوم انه في الماثيماتكس ما فيش تطور سريع في علوم الماثيماتكس او في الماثيماتكس ساينس، ما فيش وتيره تطور سريع زي السيل بيولوجي او الكمبيوتر ساينس. وبالتالي انت لو بتتكلم عن السيل بيولوجي وتيره التطور العلمي والتحديث في هذه العلوم عاليه بطبيعه الساينس نفسه السيل بيولوجي، لكن لما نيجي للماثيماتكس وتيره التطور واكتشاف نظريات اخرى تطبيقات اخرى هذه بتكون اقل. وبالتالي لما تيجي انت لهذه المجلات من الساينسز وتنزلها تحت حكم واحد بيكون فيها يعني مجانب للحقيقه وفيها ظلم لبعض المجلات المهتمه في العلوم اللي ما فيش فيها تحديث بشكل سريع كما ما هو الحال في السيل بيولوجي او في الكمبيوتر ساينسز. عشان هيك بقول لي هو for different areas of research different frequency of publication، هذه المواضيع فيها different frequency of publication of the results was also characteristic، لانه هنا اللي بحكم عن publication results اللي هي تخرج من المواضيع العلوم هذه. وبالتالي ما فيش هنا مقارنة ما بين لا تقارن وتيرة النتائج والأبحاث العلمية وسرعتها في السيل بيولوجي بالمقارنة مع الماثيماتكس. بالتالي هنا فعلا الموضوع بده دراسة وبده يعني تأني. طبعا البابليكيشن للريزلتس يعني هذه مهمة جدا في عملية حساب الامباكت فاكتور زي ما احنا عارفين، وهذا المثال بوضح انه بالفعل احنا لما بدنا نيجي نحسب الامباكت فاكتور بناء على المواضيع بنلاقي فعلا المواضيع الرياضيات مثلا ما فيش لها ابحاث متجدده كما هو الحال في العلوم الاخرى زي السيل بيولوجي. هذا طبعا يعني من ضمن المآخذ اللي هو على الامباكت فاكتور. فالمأخذ الاول بيقول لي انه السنتين مده قصيره قد يكون فيها ظلم لبعض الساينتفك جورنالز. اثنين انه مش لازم يكون الارياز اوف ريسيرش او الفيلدز مش لازم تخضع لنفس المعايير، لانه طبيعه العلوم مختلفه في وتيره الانتاج معارف جديده وخبرات جديده لهذه العلوم كما هو مقارن ما بين السيل بيولوجي والماثيماتكس مثلا.
طيب هذه يعني من الجانب اللي هو disadvantages and impact factor. في كمان شغلة هنا بقول لي the impact factor is based on citation frequency of article from journal in their few first few years of publication. This does not serve well the journals with article that get cited over long period of time. اللي هو مثلا let's say 10 years rather than immediately. أنا بقول إنه مسألة إنه حساب سنتين الإمباكت فاكتور كمان ما بيناسبش المجلات اللي هي تطلع articles، وهذه الارتكلز بطبيعتها هي ممكن يصير لها citations for longer period of times. بمعنى إيش؟ بمعنى إنه في بعض الارتكلز scientific articles بتطلع مثلا طريقة جديدة لتحضير مثلا بروتين معين او عزل بروتين معين او ما الى ذلك. الان هذه الطريقه ممكن تظل معتمده مثلا 10 سنين او 12 سنه او 20 سنه، وفي بعض الطرق العلميه من سنه 1970 معتمده وتجرى التجارب بناء عليها لانها هي طريقه سهله وميسره والامور ماشيه كويس مع الباحثين. طيب الان العدد الكبير من السيتيشنز هذا طبعا هذا لا يناسب طبيعة هذا البيبرز لأنه هو أساساً معد على أنه يعني يصير له citation over longer period of time. طيب يعني بمعنى آخر بقول journals in rapidly expanding fields such as cell biology and computing tend to have much higher immediate citations rate leading to their high IF. العلوم اللي زي cell biology والcomputer science لأنها متجددة ودائما في تغيير وفي تحديث، فطبعا بالطبيعي بيصير لها سايتيشن ريت عالي جدا. لكن لما نيجي نقارن هذه العلوم الكمبيوتر ساينس والسيل بيولوجي بالإديوكيشن والإيكونومكس، طبعا هناك فرق كبير جدا ما بين العلوم الإديوكيشن والإيكونومكس في وتيرة التجديد فيها بالمقارنة مع السيل بيولوجي والكمبيوتر ساينسز. طبعا السيل بيولوجي والكمبيوتر ساينسز يعني وتيرة التجديد والابتكار والتحديث فيها أعلى بكثير من العلوم الإديوكيشن، العلوم التربوية وعلوم الاقتصاد، لأنه مش كثير هذه فيها عليها تجديد دائم وعلى مدار الساعة، وبالتالي السيتيشنز في العلوم السيبيولوجي والكمبيوتر ساين بتكون عالية جدا. هذا طبعا يعني الكلام سليم، وبالتالي لا يمكن أن نقارن الإمباكت فاكتور لمجلة تهتم بالإديوكيشن أو الإيكونومكس مقارنها بمجلة في السيبيولوجي أو الكمبيوتر ساينس، وبالتالي هنا يعني صعب انها تخضع لنفس المعيار في حساب الامباكت فاكتور. الشغله الثانيه كمان من المآخذ على الامباكت فاكتور بيقول لي جيبنا الامباكت فاكتور نوت ارتكل امباكت فاكتور. بمعنى ايش؟ معنى انه لما احنا بنحسب الامباكت فاكتور للجيرنال احنا بنحسب للمجله وبنحسبش الامباكت فاكتور للارتكل نفسه، وهذا الكلام طبعا يعني مش بكونش يعني جميل جدا، والحكم يعني من خلاله منطقي وعادل. ليش؟ لانه لما انا بطلع بنشر scientific article او scientific paper وبيكون هذا scientific paper صار له citations كتير ماشي، هذا معناته انه هو ذو قيمة وهو significant وهو يعني حاز على احترام القارئين من نفس المجال اللي بيهتموا في هذا البرانش من العلوم. لكن هو في حقيقة الأمر مش هذا اللي بيصير. حقيقة الأمر اللي بيصير إنه الإمباكت فاكتور بنحسب للمجلة في السنتين السابقتين وبنحسبش للساينتيفيك أرتيكل نفسه. طيب إيش معناته الكلام هذا؟ معناته الكلام إنه لو في مجلة طلعت مثلا 10 أرتيكلز في السنة الماضية و10 أرتيكلز في السنة اللي فاتت، يبقى بتحكلم إحنا عن 20 أرتيكلز. طيب فرضا إنه 20 أرتيكلز صار منهم 50 citations، معناته أنا بقول 50 تقسيم 20 معناته بيطلع عندي impact factor 2.5. لكن السؤال إنه ال 50 citations هذولا في بعض الارتيكلز ما صارش لهم citations، وبالتالي ال 50 مش بالضرورة توزعوا بالتساوي على جميع الارتيكلز. ممكن يكون article معين أخذ 10 مثلا، ممكن article تانية أخذ كمان 10. طيب وفي ارتكلز و10 ارتكلز تاني كمان ما حدث لهم لم يحدث لهم سايتيشنز، وبالتالي لما انا بطلع بقول 2.5 الامباكت فاكتور للمجله، انا عملت الافريج اللي عملت الافريج لل20 ساينتفك ارتكلز اللي انتشروا. ولكن هذا معناته انه
في داخل الامباكت فاكتور 2.5 في بعض الارتكلز ما حدش اطلع فيها وما حدش اخذ منها سايتيشنز، وبالتالي ان احنا ما بينش معنا الاشي هذا، احنا باخذنا التوتال واخذنا الصالح مع الطالح وحسبنا له 2.5 للمجله وليس للساينتفك بيبرز ذات نفسه، وهذا طبعا يعني شيء معيب في حساب الامباكت فاكتور. الملاحظة الأخيرة على الإمباكت فاكتور هي إنه الريفيو أرتيكلز اللي بتتم نشرها في الساينتفك جورنالز عليها إقبال أكثر من الأوريجينال أرتيكلز. بمعنى إيش؟ بمعنى إنه الريفيو أرتيكلز زي ما ذكرنا أو شرحنا إحنا هي عبارة عن أرتيكلز بيجي الباحث بياخد مهتم هو في بوينت معين في العلوم، مثلا الباحث هذا مهتم كثير دواء معين على السيل ميمبرين للبكتيريا. الآن إذا هو بده يصمم ريفيو أرتيكلز بروح بجيب الساينتفك أرتيكلز اللي تحدثت عن تأثير بعض الأدوية على السيل ميمبرين للبكتيريا وبيبدأ يجمعها ويدرسها ويطلع الملخصات إلها ويطلع الزبدة منها ويصيغها في مقال علمي منظم ومرتب وفق المعايير اللي بتطلبها المجلة. إذن هو اللي سوى هو جاب العديد من الساينتفك أرتيكلز الجديدة واللي لها علاقة بالسبيسيفيك بوينت اللي هو بيبحث عنها، وقام قرأها ولخصها وعمل جداول وعمل باك جراوند وطلع أمور، لكن هو عمليا ما اشتغلش ميثودولوجي في المختبر وشاف ايش تأثير الأدوية على البكتيريال سيل ميمبرين. هو جاب يعني مجموعة من الأبحاث ايش ناس اشتغلت ولخصها إلنا وقدمها إلنا بطريقة يعني ملخصة وجيدة. هذا الأمر جيد، لكن الملاحظ إنه الناس بشكل عام بتميل لقراءة الريفيو أرتيكلز أكثر من أوريجينال أرتيكلز، لأنه الريفيو أرتيكلز بيريح. ليش بيريح؟ هو بيجيب لك الزبدة من العديد من المقالات، بدل ما انت تقرأ مثلا 10 مقالات 20 30 مقال، هو بيجيب لك اياها في مقال واحد وبيحط لك الريفرنسز من وين جابها، وبالتالي انت بتقرأ الخلاصة لهذه المقالات. فلذلك هذه الريفيو ارتكلز عليها اقبال شديد واقبال اكثر من الاوريجينال ارتكل، لانه الاوريجينال ارتكلز المقصود فيها اللي هو ارتكلز انشغل عليه مثلا سامبل كوليكشن وانشغل عليها ميثودولوجيز وتم العمل اجراءات في المختبر بطريقه بحث علمي، هذا يمكن يكون اقل اقبالا عليه من الريفيو ارتس، لان الناس بدها تفهم وتشوف، لانه بيوفر عليها وقت كتير من خلال قراءه ريفيو ارتس، لانه بلخص لها العشرات من الساينتفك ارتكلز. بالتالي العديد من المجلات العلمية العالمية انتبهت لهذا الشيء وبدأت تركز على نشر الريفيو أرتيكلز عشان تحصد امباكت فاكتور أكثر، لأنه وجدوا إنه الريفيو أرتيكلز بياخد سايتيشنز بمعدل سايتيشنز أكثر من الأوريجينال أرتيكل، وبالتالي هنا صارت هي تركز على الريفيو أرتيكلز وعشان تحصد امباكت فاكتور أكثر، وهذا طبعا بيأثر على بديني يعني امباكت فاكتور فاليشيس، ممكن يكون مخادع الى حد ما، لان هي بتركز على نوعيه معينه وتترك النوعيات الاخرى اللي هو السوليد ريسيرش اللي هو الاساس، طبعا هو الاوريجينال ارتكل اللي هو سحب العينات والعمل في المختبر وبذل جهد في الاجراء التجارب العلميه، هذا هو بسموه السوليد ريسيرش ارتكلز اللي هو الابحاث العلميه الصلبه اللي هي تبني العلوم وتتم بناء عليها يعني نهضه الامم. وبالتالي بعض المجلات بتميل الى ريفيو ارتكلز، وهذا طبعا الشيء يعني مش جيد لصالح البحث العلمي وتطوره. هذه الاشياء اللي هي اللي ذكرناها اللي بتخص بعض العيوب الامباكت فاكتور. طيب احنا بنستمر مع السيلكتنج اوف رايت جورنالز من ضمن المعايير اللي احنا من خلالها نختار اللي هو الجورنال الصح عشان انا انشر فيه البيبر تبعي. بيقول لي البير ريفيو بروسيس. البير ريفيو بروسيس ايش المقصود فيه؟ المقصود بالبير ريفيو بروسيس انه انت لما بدك تبعت
الساينتفك ارتكل تبعك للمجله، الاداره بتاعت المجله طبعا اداره من اداره المجله مش بضروره تكون متخصصه بنفس الفيلد اللي انت اشتغلت فيه البحث تبعك، فبتقوم هي بتاخد البحث تبعك وبتوديه لبعض الناس المتخصصين في نفس المجال تبعك للمراجعه والتقييم. اذا هذول الناس اللي هم بسموهم بير ريفيو هذول الناس هم بكونوا متخصصين في المجال اللي انت اشتغلت فيه، فاداره المجله بتقوم تبعت لهم بهدف اخذ رايهم وبخصوص مستوى الشغل وما الى ذلك. فهنا ايش بقول لي the whole ideas of peer review، فكره البير ريفيو ايش، واللي بروسيس از تو فاليديت ذا ريتن انفستيجيتيف فايندينج، ايش النتائج اللي طلعت معاك ومستواها، from the other author group that are further assisted by group of industry experts. طبعا هم بياخذوا البحث تبعك وبيبعتوه لناس experts خبراء في نفس مجالك. طب ليش ببعتوه؟ بيقول لك for relevance، قديش هو البحث تبعك قيم وراقي، novelty اللي هو المقصود فيه قديش هو جديد مش مكرر، وaccuracy ودقيق وصحيح نتائجك صحيحة. وبالتالي هم بينظروا للنتائج تبعك وبيفحصوها من خلال الشغل اللي انت اشتغلته ومن خلال خبرتهم السابقة في المجال اللي انت اشتغلت فيه، فبيشوفوا انه هل النتائج تبعتك هذه فعلا تستحق انه يتم نشرها، هل هي جديدة وفيها شيء يعني يضاف الى المعلومات السابقة عن هذا المجال، وهل هي دقيقة ولا لا، صحيحة ولا لا، منطقية ولا لا. طبعا هذول الناس للعلم مش بالضرورة هم يعني يكونوا يعني يتبعوا الاستاف الإداري للمجلة، يعني ممكن المجلة تكون مكانها مثلا في بريطانيا والمراجع يكون مثلا في البرازيل، أو المراجع يكون من الهند، أو المراجع يكون من الصين، مش بالضرورة يكون هو جزء من الإديتيريال استاف. وحتى في العديد منهم هو لا يدفع له يعني بدل مالي لهذه المراجعة. طيب الآن الفكرة وين؟ الفكرة بقول لك quality peer review، انت وين موقعك من هذا الكلام؟ انت بدك تتأكد وتعرف المجلة هذه اللي هي بتبعت للبير ريفيو، هذه المجلة هل البير ريفيو تبعونها لهم سمعة ومعروفين في الوسط الأكاديمي ولديهم سمعة جيدة في مراجعة البحث العلمي وما إلى ذلك. فهنا بقول لك quality peer review process make your paper more robust by pointing out gaps in your finding that might need additional explanation. هم طبعا بالبير ريفيو طبعا هيقروا الساينتفك بيبر اللي انت اشتغلته وحيتبعتوا لك وحيسألوك عن بعض النقاط وحيسألوك عن يطلب منك اجراء بعض التحسينات والتفسيرات لبعض النتائج، عشان يقول لك reviewers offer feedback to make your paper easier and to read and also how you can make it more useful to add to the findings that are already published in your field. طبعا هما وجود البير ريفيو هو لمصلحتك انت كباحث. ليش؟ ان هما لما بتطلعوا يعني احنا نحكي الان ايش هي طبيعه المهام البير ريفيو، فالجماعه البير ريفيو من مصلحه البيبر اللي انت نشرته ان هم بيراجعوه بيحطوا ايديهم على نقاط الضعف والسلبيه في النتائج او في الصياغه او في الاسلوب او في العديد من الجوانب الكتابه، وبالتالي هم بيطلبوا من بيرجعوا لك وبيقول لك سوي كذا وكذا وكذا، ليش انت سويت كذا، طب ليش مش مفسر، وبالتالي انت لما بتجاوبهم وبتعمل بطلبوا منك هذا معناته هم انت بتجود المنتج العلمي تبعك. فالضروري انه انت تعرف انه جماعة البير ريفيو هذولا هم تكون عندك يعني معلومات عنهم، انه احنا بنقول انه البير ريفيو كل مجلة من الساينتفك جيرنالز هي لها مجموعة من البير ريفيو، البير ريفيو الجماعة هذولا بيكونوا متخصصين في نفس المجال اللي انت اشتغلت البحث العلمي فيه، هم مش بالضروره بينتموا الى المجله، هم تواصلت معهم المجله وقاموا بالغالب تطوعا
بمراجعة الأبحاث العلمية اللي هي تصل إلهم عبر المجلة، وهو ما بالغالب حتى ما بيخطوش بدل مالي. الجماعة هذولا بيفحصوا وبيدرسوا الساينتفك بيبر أو الريسيرش اللي أنت بتطلب النشره، وبيتم التواصل معك والاستفسار والاستفهام عن بعض الأشياء والتدقيق في الأمور الميثودولوجي اللي أنت يعني اشتغلت عليها يعني. وبالتالي كل هذا في الآخر الناتج عنه اللي هو تحسين وتجويد الساينتفك بيبر اللي أنت ناوي تنشره. عشان هيك بقول لك the end goal of the review process is to decide if the finding of the manuscript are worth publishing. بالتالي صار الهدف النهائي للبير ريفيو انه هم يقرروا انه هل البحث العلمي اللي انت قمت فيه يستحق النشر ولا لا يستحق النشر. الان الاديتوريال او الناس القائمين او الاداره القائمه على المجله تنتظر منهم هذا الجواب، انه هل البحث اللي انت قدمته او المانيوسكريبت اللي انت قدمته هل يستحق النشر ام لا. طبعا اللي بدي جاوب هذا الكلام اللي هم البير ريفيو بروسيس او الريفيورز اللي هم قاموا على مراجعه ودراسه البحث تبعه. بيقول لي the end responsibility of this process is borne by the journal editor who may choose to agree or disagree with feedback of the reviewers. القرار النهائي عند اللي هم مين؟ اللي هم اللي عند الجيرنالز اديتور. الجيرنالز اديتور اللي هم اللي هو القائم او المدير تبع المجله هو في الاخر صاحب القرار انه هل ياخذ بقرار الريفيورز او لا ياخذ بقرار الريفيورز. يعني قرار الريفيورز غير ملزم للمجله. طيب it is due to this strength. انتبهوا هنا على الجمله هذه. بقول it is due to this stringent publishing process. نتيجه لهذا التشدد في الاجراءات النشر، نتيجه لهذا التشدد في اجراءات النشر، that peer reviewed journals enjoy a great respect in academic. النتيجه للتشدد في اجراءات الريفيورز ودراستهم وتدقيقهم واستفسارهم والطلب منك تجويد الساينتفك بيبر اللي انت بدك تنشره، بقول لك انه هذا الكلام ينتج عنه great respect in academy ان اكاديميا، احترام في الوسط الاكاديمي. And should be one of the most important things you should consider when choosing a journal. بالتالي هنا اللي احنا النقطة اللي بنصل إلها اللي هي ايه؟ اللي هي انه نتيجة الإجراءات التشدد اللي بتتبعها المجلة من خلال الريفيورز في القبول البحث العلمي أو رفضه، هذا التشدد يقابله احترام وتقدير من الأوساط الأكاديمية في الجامعات، لأنه معناته المجلة هذه ما بتنشرش حيلا بحث علمي، إنما بتنشر بحث علمي محترم النتائج تبعته جديدة وقيمة وتستحق النشر، وإنه هذا المانيوسكريبت اللي تم إرساله إلهم فعلا راقي ويتم وجدير إنه هو يتم نشره في هذه المجلة. عشان هيك أنت لما بدك تنشر جيد انك انت تطلع على الريفيورز وتشوف انه هل لديهم سمعة جيدة ولا لا. طبعا انت هتقول لي من وين كل هذا موجود في الويب سايت للمجلة، ويعني مش هتلاقي في مشاكل للمهتم انه يتعرف على تاريخ الريفيورز وقديش لهم سمعة جيدة في البحث العلمي. وكمان هذا كمان بيجي من ضمن اللي هي الخبرة لك من خلال العديد من الأبحاث العلمية المنشورة، بتصير أنت تعرف العديد من أسماء الريفيورز اللي تتعامل معهم المجلات. طيب هذا بالنسبة للبير ريفيو بروسيس. طيب في كمان العامل السادس من العوامل انتقاء المجلة اللي هو الويل اندكس. احنا بنعرف انه في مؤسسات دولية قامت تطوعا بعملية أرشفة ورانكينج للمجلات الدولية، لأنه إحنا ذكرنا إنه المجلات العلمية مش كلها لها نفس المستوى ومش كلها نفس الكواليتي، وفي منهم ناس خرجوا من الرانك أساسا من التصنيف، وفي منهم ناس نصابين،
وفي منهم ناس ما مش كتير يعني بيهتموا في المستوى العلمي بقدر اهتمامهم في التحصيل المالي. وبالتالي صار لازم على بعض الجهات الدولية انها تعمل رانكينج او اندكسينج بحيث انه هي تصنف المجلات العلمية على معايير معينة، وبناء عليه بتم وضع تصنيف وارقام للمجلات. Google databases that index journal take account several factors like يعني لما بيجي الجهات الدولية هذه بدها تعمل تصنيف للمجلة تاخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل اللي زي مثلا regularity of publication، قديش نسبة البابليكيشن في تنشرها السنوي، review process عملية اللي تو ذكرناها اللي هو review peer review process، كيف بتتم عملية الريفيو بروسيس، هل هي متساهلة جدا، هل هي متشددة، هل هي يعني منطقية ولا لا، الكواليتي اوف بيبرز ببلشت، قديش مستوى الجودة للساينتفك بيبرز اللي بتتم نشرها، الجيرنالز ريبيوتيشن، قديش الجيرنال هي عندها احترام وتقدير في الأوساط الأكاديمية وأمور أخرى. وبالتالي هذه أمثلة على بعض الفاكتورز اللي بتاخدها مجتمعة هذه الجهات الدولية لتصنيف المجلة ووضعها في الاندكس الصحيح لها. بيقول لي will index journal are thus thought to be more prestigious، طبعا المجلة اللي اخذت اندكس ممتاز ومتقدم هذه طبعا هي معناته انه هي اخذت وضع برستيج ممتاز واخذت يعني مكانة محترمة في الاوساط الاكاديمية في الجامعات ومراكز البحث العلمي. على مدار العديد من السنوات في العديد طبعا من المراكز الدولية اللي هي بتعمل عملية الاندكسنج، أشهرها اللي هو الميدلاين والباب ميد والإمبي والإمباسي والسكوبس. هذه يعني تستطيع أنك تخش على المواقع الويب سايت تبعتها وتستطيع أنك أنت تكشف عن أي مجلة إذا كانت موجودة أصلا في الاندكس ولا مش موجودة، وإذا كانت موجودة إلها أرقام وتستطيع انك تتعرف على المجلة هذه قديش موقعها بالنسبة للمجلات الاخرى. الفاكتور السابع من الاشياء اللي بدك تاخدها بعين الاعتبار في حمية انتقاء المجلة acceptance rate. acceptance rate اللي هو الوقت استنفذه المجلة عشان تنشر لك الscientific paper، هل بتم نشرها في خلال شهرين ثلاثة اربعة خمسة سنة، وبالتالي هذا بنسميه acceptance rate. بيقول لي as it might seem obviously من خلال التجارب السابقة journals with lower acceptance rate are considered to be more prestigious and meritorious. وجدوا انه المجلات اللي هم اقل في وتيرة الacceptance rate يعني في معدل قبول الابحاث العلمية هي غالبا مجلات بتكون راقية والاندكس ريت تبعتها متقدم ومرتفع. ليه؟ لانه هي ما بتاخدش اي ساينتفك ريسيرش، وبالتالي لانها متشددة ولانها بتنتقي الريسيرش المحترم والكواليتي تبعته عالية، فبكون الاكسبتنس ريت تبعته بتكون منخفضة، وبالتالي صار في هناك علاقة انه اللو اكسبتنس ريت للمجلة معناته هذه المجلة مور برستيجيوس ومور ريتوريوس، يعني عندها تقدير واحترام وسمعة جيدة في الاوساط الاكاديمية وفي الاندكس. حتى انه بقول لي هنا المجلات اللي هي متقدمة في الاندكس وماخدة توب في الاندكس بكون حوالي 90% من البيبرز او الريسيرشز او الابحاث العلميه المرسله لها بتكون 90% منها ترفض. وهذا مش غريب انه المجلات المتصدره المستويات المتقدمه والمرتفعه من الاندكس بتلاقي انه 90% ممكن من الابحاث العلميه اللي ارسلت لها تم رفضها وقبلت بس 10% من الابحاث العلميه المرسله لها. وهذا بدل على ايه؟ يدل على انه العملية الفحص الابحاث العلمية وتدقيق فيها والتمعن فيها عملية شديدة جدا، وبالتالي اي scientific paper بيطلع من عندها او بيطلع منها او تنشره بيكون scientific paper محترم والكواليتي تبع الشغل بتكون عالي جدا. For others بعض المجلات العلمية بيكون في مجلات علمية الاخرى بيكون في حوالي 50% rejection
ريت از ذا نورمال، يعني المتوسط للمجلات العادية مش المتقدم جدا ولا التعبانة كتير، يعني متوسط حوالي 50% من الأبحاث المرسلة بتم رفضها نتيجة ضعف البحث العلمي لهذه المجلات لهذه الأبحاث. بقول هنا while some journal take the total number of manuscript، يعني هنا الـ acceptance rate بتم حسابها. بقول هنا while some journals take the total number of manuscript received by them as the base، other consider the manuscript manuscripts they sent to be reviewed. يعني هما لما بيجي بيقول لك انه في المجلة، طب انت هتقول طب انا كيف بدي اعرف الـ acceptance rate لهذه المجلة؟ بنرجع بنقول لك في الويب سايت تبعتها. طب هما كيف بيحسبوها؟ في بعض المجلات بيقول لك انا بحسب قديش انا بنشر بالنسبة لكل اللي بيجيني، لكل اللي بيجيني. بعض المجلات بيقول لك لا، انا بحسب قديش انا بنشر بالنسبة للابحاث اللي انا بعتها للبير ريفيو او للريفيورز، على اساس انه هي الاساس في الحسبة تبعت النسبة الاكسبتنس. بعض المجلات بتقدرها تقدير رفلي، ولكن ايا كان مش مشكله، لكن بهمني انا انه انا اعرف من خلال موقع المجله على الويب سايت انه الاكسبتنس ريت قديش، عشان انا افهم من خلال الاكسبتنس ريت بفهم انه هذه المجله كيف البرستيج تبعها وكيف الميريتوريس تبعتها واضحه بالنسبه الى المجلات الاخرى. بقول لهم جيرنالز وببلشرز منشن دير اكسبتنس ريت في الويب سايت، ومثال عليه السيفيرز اكسبتنس ريت داتا از ا جريت اكزامبل هير. ممكن انك تفوت على السيفيرز اكسبتنس ريت للمجلات وتشوف الاكسبتنس ريت لاي مجله انت بتحب تشوف او ترغب ان التواصل معها. نكتفي عند هذا القدر، والمره الجايه ان شاء الله في المحاضره القادمه راح نتكلم عن البريداتوري بابليشرز، هم الناس اللي هم النصابين واللي بينشروا بيبرز بطريقه مخادعه، والهدف من هذه المجلات هو النصب والاحتيال وجمع المال. نكتفي لحتى الان في هذا القدر، وان شاء الله نكمل المره القادمه او في المحاضره القادمه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.